يعني برج الجوزاء انت مو يعني انت مو يعني شخص قال لك كلمة اثر عليها كذا، اكو شخص قال لك مثلا انت ما حلو، او انه اكو اوه شنو هذا العيب اللي بيك، مو شرط هو يكون صادق، ممكن هذا الشخص يكون هو متقصد قال لك هاي الكلمة حتى يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك. انت المفروض ما تنطي مجال لهذا الشخص وما تثبت له هذا الشيء، فخلي ثقتك بنفسك عالية. انت اساسا يعني متجدد دائما وجميل، فاذا اكو احد قال لك هيك كلمه، او ممكن تكون الطاقه بعدها يعني هسه ما متحققه، ممكن شخص بالفتره الجايه راح يجي راح يحكي وياك هاي الكلمه، فاذا بعد هذا الشخص ما ظهر بحياتك وما حاكي او ما تصرف هذا التصرف، انه مثلا هو تركك وراح الشخص وجزء انت رحت وراه بعدين، انه هنا عندك طاقه مراقبه، راقبته وشفت الشخص اللي هو راح وياه، ممكن شفت انه هو شخص يعني حلو او مهتم بنفسه زيادة وعنده جاذبية، فهذا الشيء سبب لك قلة ثقة بنفسك. انت العيب مو بيك، انت ما بيك عيب، ومو شرط اذا كان هذا الشخص يعني اجمل انه هو احسن منك. اكو اشياء ما تنقاس بالشكل، تنقاس بالروح. ف البعض منكم محتاج يسوي استشفاء، محتاج انه يرجع ثقته بنفسه مثل الاول واكثر بعد، هذا الشيء كلش ضروري لان راح ياثر عليك مستقبلا اساسا على الوضع العاطفي، هذا الشيء مأثر عليك، انت ما قاعد تقدر اساسا تبدا بدايه جديده، راح احكي لكم اياها بالتفصيل من نوصل للوضع العاطفي. هسه خلونا نبلش بالطاقه العامه لبرج الجوزاء. طبعا هاي ورقتين طلعوا لي بالبدايه، اول ورقتين لك وانا خلطت الاوراق و حبيت أركز عليهم لأنه حسيت أنهم مهمين. الطاقة العامة إلك يا برج الجوزاء بالفترة الحالية، أنا أشوف أنه أنت عندك طاقة مراقبة عالية لشخص، تحس أنه هذا الشخص عنده أسرار، هذا الشخص ممكن تحس أنه هو عنده طرف ثالث، البعض منكم هو فعلا هذا الشخص عنده طرف ثالث، وأنت أساسا هذا الشيء راح تكشفه عن قريب إذا ما كشفته. يعني هاي الطاقة الحالية، فممكن انت تكون كاشف هذا الشيء او انت متأكد منه، ولكن لحد الان انت ما لازم شيء بايدك. فاشوف عندك طاقة بحث الفترة الجاية، طاقة مراقبة بحث للشريك، لانه عندك شك انه هو بالفترة الحالية اكو طرف ثالث موجود بحياته وشكك بمحله راح يكون، وانت راح تكتشف هذا الشيء لان هنا السفن اوف سورد مقلوبة، فهذا الحرامي انكشف، الورقة انقلبت بعد. فالفترة الجاية انت راح تكشف سر عن الشخص اللي انت حاليا قاعد تدور وراه. الشخص اللي وراك اشوف انه اكو شخص منسحب عنك شوية، عنده عواطف مكبوتة تجاهك، ممكن هذا الشخص يكون مو الشخص اللي انت حاليا قاعد تدور وراه، لا على الاغلب اشوف هذا شخص جديد، او ممكن شخص من الماضي وطالع من حياتك صار له فترة ويراقبك من بعيد، بس هو متردد انه هو يتقدم خطوة تجاهك ويبدي وياك بداية جديدة، او حتى يطلب منك بداية جديدة. اشوف اكو هنا عواطف مكبوتة، بس هذا الشخص راح يفقد السيطرة على مشاعره وراح يحاول انه هو يجي يحكي وياك الفترة الجاية، بس للأسف انه اشوف ظهور هذا الشخص راح يكون بوقت غلط، لان انت راح تكون بيه مجروح او دا تعاني من انفصال مؤلم، فممكن هذا الشخص يكون ظهر بحياتك بعد انفصال مؤلم انت مريت بيه او دا تمر بيه حاليا، فلهالسبب انت يعني سبحان الله هي الاوراق قعدت السلسلة القصة انقرت بس من الطاقة العامة. انت دا تحاول تدافع عن نفسك تحمي مشاعرك وما تنطي فرصة، انه انت خايف، انت مثل ما قلت لك انت اوريدي طالع من انفصال مؤلم، اكو انفصال مؤلم، وحاليا انت بطاقة الشفاء دا تحاول انه تستجمع نفسك، وده تحس انه انت مو غير قادر على انه حاليا تبدأ بداية جديدة او تدخل بمعركة ثانية، لانه العلاقة اللي انت كنت سابقا بها كانت علاقة متعبة، هواية اضطريت تحارب، هواية اضطريت تواجه ناس، هواية حاولت انه تحافظ عليها، ولكن بالمقابل الشخص اللي انت كنت تحاول تحافظ على علاقتك وياه هو كان مقد الثقة، لانه اشوف اكو طرف ثالث هنا موجود بيناتكم والانفصال اللي بينكم مؤلم كان، فلهالسبب انت خايف انه تفتح قلبك، انت خايف تنجرح مرة ثانية يا برج جوزاء. عندك مخاوف من الرفض او مخاوف انه ترجع تنعاد بيك الاشياء اللي صارت قبل، فلهالسبب انت دا تحاول
مشاعرك بالفترة الحالية تتركها وتستمر بتباعدك، أو مخاوفك وقلقك، عندك مخاوف أنه أكو شخص راح يخونك بكل لحظة، أكو شخص راح يتركك، حاول أنه تكمل فترة الشفاء اللي أنت بها، لا تتردد حاليا أنه يعني تاخذ خطوة جديدة. أنا أشوف فترة، أخذ فترة استراحة مثل ما نقول، حاول تطلع من الألم اللي أنت بيه، كمل استشفائك وبعدها ابدأ بداية جديدة ويا الشخص اللي جايك. هسه احنا فصلنا الوضع العاطفي قبل ما نحكي العملي، خلونا ننتقل للصعيد العملي. الصعيد العملي يا برج الجوزاء، اشوف انه برج الجوزاء البعض من عندكم ممكن قبل ما هاي الظروف تصير كنت منتظر عمل، اكو شغل ممكن احد كان واعدك لي، وكنت تشتغل اكثر من شغله في سبيل انه توفر مصاريف البيت اذا كنت انت مسؤول عن عائله. طبعا لانه قراءه عامه فممكن يكونون اكو رجال ايضا متابعين للقراءه، فكان اكو عمل ببالك او ممكن حتى عمليا كنت تحاول تشتغل في سبيل انه توفر احتياجات المنزل. بالفتره الحاليه اشوف بعد ظروف الحظر والمعرفش، اشوف انه انت حاليا ما عندك شغل، او نقول يعني شغلك في تراجع، قاعد يتراجع يتراجع يتراجع، هذا الشيء ده يأثر على نفسيتك هواية، وده يأثر على بيتك على مصاريفك. فدا أشوف عندك تفكير كلش كبير بالعائلة، والبعض من عندكم أشوف أيضا ممكن كان عنده بيع، يعني يريد يشتري عقار أو حتى يبيع يعني كشراء منزل أو بيع منزل، وبس هذا العقار اللي موجود حاليا أنت هواي قاعد تفكر، هواي تريد إنه هذا الموضوع يخلص ويتم، بس ما قاعد يتم، قاعد تصير تأجيلات ورا تأجيلات، تأجيلات ورا تأجيلات. فإذا كنت أنت عندك نقلة دا تحاول تنتقل يعني، فالنقلة متوقفة حاليا وهذا الشيء محبطك، وإذا كنت ناوي أيضا تشتري هم هذا الشيء متوقف، فعندك طاقة إحباط بموضوع يخص منزل، أو ممكن حتى إصلاحات عندك ضرورية بالمنزل بس أنت ما قاعد تقدر أنه تصلحها بالفترة الحالية بسبب قلة المصاريف اللي موجودة. عندي طاقة بيت هنا أنا طالعة، فممكن انت تكون حاليا يعني تفكيرك وتركيزك الاساسي على البيت، موضوع بيت سواء كان اصلاحات او شراء او بيع، هذا او حتى نقل من مكان لمكان. اكو نقله ولكن قلت لك اكو شويه تاخيرات، الامور خلال 6 اسابيع ان شاء الله للناس اللي منتظرين نقله او يعني كعقار منزل، خلال 6 اسابيع اشوف الامور راح تبلش تتحرك، واوريدي اكو موجوده نقله، فاكو نقله لك خلال 6 اسابيع. هسا خلونا نيجي على الصعيد الصحي. على الصعيد الصحي شوف برج الجوزاء البعض من عندكم قاعد يعاني من ألام بالأقدام ومأثرة عليه هواية، وأيضا أشوف البعض الثاني بالنسبة للنساء أشوف أكو حمل، أما أنت حاليا حامل أو راح يكون عندك حمل، بس الحمل راح يكون متعب، فاللي مطلوب منك بالنسبة لبرج الجوزاء النساء الحوامل المطلوب من عندك انه تحافظين او ديرين بالك على نفسك خلال هاي الفترة باي مواضيع، يعني بمواضيع تخص الحمل والولادة. فممكن انه اما انت كنت حامل، وهذا على الاغلب انه اكو بعض النساء حوامل حاليا، فهذا الشيء ده ينطيك اشارة انه خلي بالك من نفسك هاي الفترة، وحملك شوية راح يكون متعب بالنسبة لك إذا كان حملك جديد، فأكو حمل متعب راح يكون اللي يريده من عندك، يعني إن شاء الله ما يعني خير، لا تخافون، بس حاولي إنه تهتمين بنفسك وتركزين على نفسك بصورة قوية خلال هاي الفترة، لأنه هنا قاعد أشوف متاعب على صعيد الحمل. هاي بالنسبة للنساء وللصحة. أما بالنسبة خلينا نشوف الوضع العائلي لبرج الجوزاء. برج الجوزاء على صعيد العائلة أشوف أنت ممكن عندك خلاف ويا أحد من العائلة، كأن يكون أخ أو أخت، على الأغلب يكون أخ، صاير بينك وبينه كلام، أو ممكن هذا الأخ أو مو شرط أخ يعني شخص من العائلة ماخذ منك حق، أو أنه هو حاج عليك شي ظلم. المهم قاعد أشوف أنه إلك حق يم شخص من العائلة، وأنت نوعا ما مأيس انه هذا الشخص راح يرجع لك حقك، منتظر من عنده انه هو يجي يصالحك او حتى يرجع لك الحق اللي ماخذه من عندك، ولكن هذا الشخص اشوفه شوية كلامه حاد، فاحذر بعض النزاعات مع الاخوة خلال هاي الفترة،
يا برج الجوزاء، وخاصة على الأشياء ممكن تخص نقول أوضاع مادية كورث، يعني أشياء تخص المادة بالذات، فأشوف أكو إحباط عندك من ناحية هذا الشخص اللي موجود بالعائلة، بس الأمور تبلش تتصلح بعد رسالة وتدخل من شخص، أكو شخص راح يتدخل، ممكن تجيك رسالة وراح تنحل، يعني هي مشكلة ممكن راح تصير طفيفة بس تنحل بعدها، لا تخافون. خلونا هسه نجي بالتفصيل على الوضع العاطفي، حكينا هواية احنا ببداية الفيديو على الطاقة العامة، هسه خلونا نركز على الصعيد العاطفي بشكل تام. برج الجوزاء مثل ما قلت لكم طلعت لي هنا طاقة المنفصلين، المنفصلين قاعد اشوف انه انت تريد تبدي بداية جديدة، ولكن انت ما عندك القوة انه انت تبدي بداية جديدة، ما عندك القدرة، انت مواثق من نفسك زيادة، نفس الوقت عندك مخاوف انه انت تغامر بالفترة الحالية، اكو تردد، ممكن اكو اشخاص حاليا بحياتك موجودين دي يحاولون انه يتقربون من عندك، ولكن انت ما قاعد تعرف شو تريد. اكو هواية اشخاص خاصة بالتواصل دا يحاولون يتواصلون وياك، دا يحاولون انه يتقربون من عندك، ولكن انت طاقتك العامة انت ما قاعد تقبل انه هذول الاشخاص يدخلون حياتك، لان عندك تردد، عندك مخاوف، عندك عدم ثقة بسبب ازمة مريت بيها من الماضي، ممكن هي نفسها تشمل الشخص اللي طالع من حياتك صار لفترة، ممكن 6 شهور، ممكن 6 اسابيع. هذا الشخص من راح او من طلع من حياتك، ما طلع من حياتك بسهولة، لا هو عرف احد عليك، وانت اوريدي عرفت انه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث، وهذا الشيء اللي سبب لك عدم الثقة بالنفس بالورقة اللي طلعت لك بالبداية، انت غير راضي عن وضعك بالفترة الحالية. نفس الوقت اشوف البعض من برج الجوزاء حاليا قاعد يحاولون انه يروحون منح الاستقرار، منح الزواج، انه هو ما يريد بعد يبقى سنجل، ما يريد يبقى يدخل بعلاقات فاشله يطلع من عندها مجروح، لا هو قاعد يفكر على مستوى يعني معين بالعلاقه، هو دا يريد علاقه تتكلل توصل للزواج، علاقه جديه، علاقه غير متعبه عكس العلاقه اللي كان مار بيها بالسابق، علاقه كانت كلها تعب، كلها مسؤوليات، وكان بيها طرف ثالث موجود، وانت عندك علم بهذا الطرف الثالث، واذا ما كان عندك فراح الفترة الجاية تعرف، بس على الأغلب أنت عارف، وهنا أنا عندي أوراقه، أنه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث، هذا الشخص هو كان متعبك بالعلاقة، مأثر عليك هواية ويجرح بالكلام، هذا الشخص يجرح بكلامه، يحب يسيطر، يعني يركز على العيوب أكثر من المميزات، يعني شخص سلبي، إنسان سيء، رغم أنه أشوف هذا الشيء ما متناسب ويا عمره، ممكن تكون طاقته شوية كبيرة، هنا أنا طالعة يمي طاقة الكوين، طاقة تينوفونت، فهو يعني من تشوفه هو شخصية، هو شخص تعبان على نفسه، ممكن عنده مسؤوليات، ولكن هو نوعا ما أشوف إن هو يجرح بالكلام، هو بالكلام يحكي بصورة حادة وجريئة ويركز على العيوب، ممكن هو اللي يحاول يقلل من ثقتك بنفسك أو يقلل من قيمتك حتى يسيطر عليك، عنده هيك طاقة، أكو ناس تقلل من قيمتك وتصغرك بعين نفسك في سبيل هي تجي تسيطر عليك، حتى انت تقول اوه هذا الشخص قاعد يحكي وياي وهو هيك وهيك شايفني، او انه يقنعك انه انت بيك خطأ، يقنعك انه انت مثلا ما تستحق انه واحد ينطيك قيمة عالية، وبعدين هو يجي ينطيك هاي القيمة ويسيطر عليك بها. طبعا هاي شخصية الانسان النرجسي، واساسا هنا انا دا اشوف انه العلاقة مالتكم علاقة بها كارما كانت، فعلاقتكم كانت تدور بنفس المكان، كان بينكم اكو طرف ثالث مأثر على العلاقة، والطرف الثالث هنا هو امرأة طالعة يمي موجودة، فأما هذا الشخص ممكن يكون متزوج او تركك وراح الزواج، فانت هذا الشيء متعبك، بس اللي قاعد اشوفه انه العلاقة اللي بيناتكم القدر توقف عنها، فحتى هذا الشخص اذا رجع مرة ثانية، لانه انا اشوف انه راح يحاول يتواصل وياك هاي الفترة حتى لو كان بعيد، بس الرجوع ما راح يتم، يعني راح ترجعون حتى لو حكيتوا فترة راح ترجعون تفترقون، لأنه القدر اتوقف ان هو يدعم هاي العلاقة، العلاقة هاي توقفت خلاص انتهت، بس انتوا اللي قاعد تحاولون انه تمشوها هنا ود تقنعون نفسكم انه ماكو شي انتهى، هو ده يشوف انه ماكو شي انتهى، هو منتظر فترة ممكن انت تنسى موضوع الطرف الثالث اللي موجود واللي راح يظل اساسا موجود،
وبعدها راح يحاول يجي يحكي وياك يصالحك يأثر عليك بكلمة كلمتين، يعرف انه انت عاطفي وهو مأثر عليك اساسا وموصلك الطاقة انه انت ما تقدر تبدو ويا شخص غيره، انه هو الشخص المناسب وهو بس هو اللي رايدك وبس هو اللي معبرك مثل ما نقول، مع انه انت قيمتك اكبر، بس هو ده يحاول يوصل لك هاي الفكرة في سبيل يبقى مسيطر عليك. وش وقت ما يطلع من العلاقة يرجع مرة ثانية بيناتكم، يعني يرجع يحاول يضلل عليك ويرجعك إلى. فهذا الشخص النرجسي اللي موجود واللي عنده طرف ثالث بحياتك، هذا لا تنطي فرصة. أنا أقول إنه اتركه، وأنت متردد إنه أنت تبدأ حاليا بعلاقة جديدة، وأنا أساسا قاعد أشوف إنه أنت من الغلط أنه تبدأ بعلاقة جديدة هسه، فتروى وأخذ فترة علاج لحد ما تحس نفسك أنه أنت يعني استعدت ثقتك بنفسك، رجعتها مرة ثانية، وحب نفسك أولا، يعني حب نفسك حتى الناس تحبك، وأهم حب هو حب النفس. فما أقول لك تصير أناني ومغرور، بس يعني حب النفس شرط، لازم تحب نفسك تقتنع بها حتى المقابل يحبك، لان احنا كلنا طاقه. فانت هسه الطاقه اللي تصدرها للناس انه انت شخص ما عندك ثقه بنفسك، شخص مهزوز، فبالتالي راح يجيك شخص هو قاعد يدور على هيك فريسه، هي الطاقه راح تسحبه. ما راح يجي هذا الشخص لك، راح يحاول مره ثانيه يسيطر عليك، راح يصير بيك نفس الشيء اللي صار وياك ويا هذا الشخص، راح يحاول يرجع مره ثانيه هو يسيطر عليك، يسيطر على مشاعرك، وبعدها راح هم يتركك وراح تكون بحاله نفسيه اسوء من قبلها. فأول شي حب نفسك، راجع نفسك، رجع ثقتك بنفسك، حاول تسوي أشياء تعزز الثقة بالنفس خلال هاي الفترة، بعدها ادخل بعلاقة وكمل حياتك طبيعي، ولا تنطي هذا الشخص فرصة في حال رجع، لأنه أنا أشوف هو منتظر ومراقب حاليا احتمال يتواصل وياك عن قريب. ففي حال تواصل وياك هذا الشخص اللي أشوفه أنه تقطع فورا، لانه هاي العلاقه توقف القدر عن دعمها، شيء لازم ينتهي، يعني صفحه لازم تنطوي خلاص. هسه قبل ما ننهي القراءه خلي اقول لكم الابراج اللي طلعت لي. برج الحوت طلع مرتين، برج الحمل، عندنا هنا برج الثور، برج الاسد، برج السرطان، برج السرطان مره ثانيه. الطاقات اللي كانت موجوده هي طاقات مائية ونارية هوائية، ترابية قليلة جدا يعني، بس عامة الطاقات هي كانت نارية ومائية. كل التوفيق لكم برج الجوزاء، ان شاء الله القراءة الجاية اشوفكم بوضع احسن وبحال احسن، وتبدأون بدايات جديدة. واتذكروا دائما الحكي اللي قلت لكم اياه بالبداية، حاول تحب نفسك حتى الناس تحبك، لأنه إذا أنت ظليت بهاي الصورة المهزوزة اللي ماخذها عن نفسك ما راح تلقى الخيار المناسب، ما راح يجيك الشخص اللي أنت تنتظره، راح يجيك شخص مثلك يحاول يسيطر عليك ويتعبك فقط. فحب نفسك أولا، وبعدين فكر بالناس أنه هي تحبك ما تحبك، يعجبها شكلك ما يعجبها، أهم شيء قناعتك أنت بنفسك. كل التوفيق لكم برج الجوزاء، سووا لايك إذا عجبتكم.